في البداية يعني الموضوع لم يكن محض اختيار من قبلي، لأن الموضوع تم بالصدفة. أنا عندما أنهيت دراستي الجامعية في أوكرانيا في العاصمة كييف وحصلت على درجة ماجستير هندسة طيران مدني، عدت إلى الوطن لمتابعة الحصول على وظيفة. وطبعا مجال هذا التخصص لا يوجد إلا في الطيران اليمني. طبعا مثلي ومثل آخرين تم رفض توظيفنا، ربما لأسباب سياسية لم أكن وقتها على علم بهذه المواضيع. وكنت ذات يوم مارا إلى مقر عمل والدي الحبيب إبراهيم الكاف الذي كان يعمل في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة الطباعة والنشر، فقابلت هناك عن طريق الصدفة شيخ الإعلاميين الرياضيين في اليمن الأستاذ محمد عبد الله فارع، وكان الأستاذ على علم بأنني كنت لاعب كرة قدم سابق في فريق الجيش قبل تحقيق الوحدة اليمنية، فطلب مني كتابة مقال، قال ربما نكتشف أن يكون لديك موهبة في الصحافة. فبصراحة خجلت من أنه أرفض له هذا الطلب، وقلت له حسناً سوف أكتب، وانتهت المقابلة. وأنا لم أكن وقتها مستعداً لكتابة أي مقال، فرجعت إلى البيت. وكانت هذه الفترة في عام 1997، وكانت هناك التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، فكتبت تقرير فني عن مباراة السعودية وإيران وسلمته مباشرة بعد كتابتي منه خلال ساعتين إلى الأستاذ محمد عبد الله فارع، فإذا به يجيزه للنشر اليوم التالي. وبدأت من هنا عملية التحاقي في مهنة الصحافة الرياضية، ومنها انطلقت إلى مجالات أخرى. كانت أبرز المحطات تتمثل في تأسيس الملحق الرياضي في صحيفة 14 أكتوبر الذي تحول بعد فترة وجيزة إلى صحيفة أعادت تأسيس الصحيفة التي كانت تصدر عن المؤسسة وتوقفت في فترات سابقة لأسباب خاصة بالمؤسسة. طبعا هذا الملحق حقق المركز الثاني في استفتاء أجرته وكالة الأنباء اليمنية سبا أثناء تولي زميلي الدكتور حسين العواضي رئاسة هذه الوكالة قبل أن يصعد إلى حقيبة وزارة الإعلام. هذه محطة كانت من أبرز المحطات التي كانت في بداية المشوار. ثم بدأت في مجال آخر، وهو طرق العمل الإعلامي في تلفزيون عدن، وكانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن العمل الصحفي. تكمن هذه التجربة في أنني خط مباشرة العمل في المجال التلفزيوني من خلال برنامج مباشر على الهواء اسمه مربعات رياضية، وحقق نجاحا لافتا للأنظار، ولكن لأسباب خاصة بالنظام وقتها القائم على السياسة الإعلامية بشكل عام في اليمن تم محاربة هذا البرنامج وتم إيقافه لأسباب واهية. وطبعا تطورت العملية وعملت على تصعيد الموضوع إلى وزير الإعلام، لكن وجدت أن السياسة التي تدير الإعلام بشكل عام في اليمن كانت ما زالت تعاني من التسلط وعدم إفساح المجال لتلك البرامج التي تعاني من التهميش. بعد تركي او بعد ازاحتي من في التلفزيون من العمل في التلفزيون، وبعد ازاحتي من منصبي كمشرف عام على صحيفة 14 اكتوبر الرياضي، وجدت الفرصه مواتيه للعمل في مجال الصحف الخاصه، فعملت على تاسيس اقسام رياضيه في عدد من الصحف، وكانت ابرزها صحيفه المصدر وصحيفه الصباح. وقدمت من خلال هذه الصحيفتين خطاب إعلامي رياضي مقرون بالخطاب السياسي، وكان هذا الخطاب الرياضي الذي يستند إلى السياسة كان بشكل عام لم يكن مألوفا في تلك الفترة.
وفتحت مواضيع لم تكن يتم التطرق لها من قبل الإعلام الرياضي، فسببت لي يعني مضايقات من السلطة وقتها. طبعا أنا فتحت عدد من المواضيع، وكانت أبرز هذه المواضيع سرقة الأراضي في محافظة عدن من قبل السلطة بأسماء وهمية تكون من محافظات أخرى، وكان هذا الموضوع مثار جدل، وتواصلت الأعمال التي تنتقد الأخطاء الحكومية وبالذات من قبل رأس السلطة من خلال مؤسسة الرئاسة نزولا إلى مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وما تحتهم، وكل مجمل هذه الأعمال سببت لي مضايقات من وزارة الإعلام، فتم تحويلي إلى المحاكمة في 2009 إلى 2001. أكيد هذا التكريم يعني جاء في وقت كنت بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك جهة معينة تلتفت إلى مشواري الإعلامي الذي عانيت فيه كثيرا من خلال محطات مختلفة. والجميل في هذا الموضوع أن التكريم الآسيوي أتى لأول مرة على مستوى قارة آسيا وبالتالي على مستوى اليمن، وهذا فخر لي، وسبق وأن قلت في تصريحات مباشرة أثناء التكريم أن هذا التكريم ليس فقط لسامي الكاف ولكن لكل يمني ولكل من ينتمي إلى الإعلام الرياضي وإلى الإعلام العام بشكل عام. بشكل عام أي حرب تقوم في أي دولة يكون تأثيراتها على الإعلام الرياضي أو الإعلام العام يمثل كارثة، لأنه يؤثر على أداء رسالته في طرقه لعمله. ما أود قوله في هذه النقطة أن الإعلام الرياضي شأنه شأن الإعلام العام انقسم إلى قسمين، قسم مع الشرعية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقسم آخر مع الطرف الآخر الذي يمثله جماعة الإنقلابيين ميليشيات الحوثيين وصالح. من هذا المنطلق ظهر الانقسام، ولكن أنا أرى أن الإعلام الرياضي لم ينقسم بذلك الانقسام الذي يمثله الإعلام العام، فما زالت أواصر العلاقات بين المنتمين للإعلام الرياضي ما زالت متماسكة بغض النظر عن هذا الانقسام الحاصل في النزاع اللي موجود في اليمن. ما قامت ميليشيات الحوثيين وصالح في التحرك للسيطرة على محافظة عدن، تم السيطرة على عدد من المديريات من قبل هذه القوات، وتم التمترس في أحد المنشآت وهي ملعب 22 مايو في عدن، وقامت قوات التحالف بقصف مناطق تجمعهم في هذا المكان. عدا ذلك فمعظم المنشآت الرياضية ما زالت متاحة للرياضيين لممارسة أنشطتهم وممارساتهم التي طبعا بطبيعة الحال توقفت منها ما أقصده المسابقات الرسمية. كل ما يتم ممارسته في إطار شعبي حبي مناسباتي لا أكثر. بكل تأكيد، لأن الكثير من الرياضيين في مختلف الفرق أغلب منتسبيها هم من الشباب، وطبعا من الشباب الذين ساهموا وشاركوا في الحرب في عدن بالذات كثير منهم رياضيين.
في تصوري أن الإعلام لم يصب بحالة شلل، ولكن يمكن القول أنه انقسم في أدائه الإعلامي تبعا لمن يسيطر على عدد من وسائل الإعلام. يعني هناك وسائل إعلام ما زالت خاضعة تحت سلطة الشرعية وممثلة بالحكومة، وهناك وسائل إعلام أخرى ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الإنقلابيين حوثيين وصالح. ما يمكن قوله أن الإعلام بشكل عام لم يكن بتلك الدرجة التي كانت عليها أثناء تحقيق الوحدة اليمنية، لأن تلك الفترة كانت في تصوري هي العصر الذهبي للإعلام. بشكل عام أنا أرى أن الكثير من اليمنيين غير مهتمين بالحرب ولا تداعياتها. هم بشكل عام منغمسين في الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة. ما مثلته هذه الحرب كارثة بكل المقاييس على مستوى الجنوب أو الشمال، وأغلب الناس لا علاقة لهم بالسياسة. الذي يحدد الأداء السياسي هم مجموعة بسيطة جدا، إذا قارنت عددهم بعدد سكان اليمن فهم قلة قليلة للأسف الشديد. أركز على أداء الصحف. تراجع على عمل الصحف بشكل كبير في عدن بالذات وفي عدد من المحافظات، وتوقفت كثير من الصحف عن العمل، بقي عدد منها قليل ربما على عدد أصابع اليد الواحدة. وهذا يدل على أن الإعلام فقد، الإعلام الصحفي طبعا الورقي، فقد تلك المكانة التي كان يحتلها في الوقت السابق. يمكن القول إلى حد ما، فكثير من وسائل الإعلام اتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو التويتر أو حتى على مستوى الواتساب. لكن كل هذا الذي يتم هو قياسا بعدد سكان اليمن قليل جدا، بمعنى أن عدد الذين يعملون في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام التي فتحت لها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي عددها قليل، وتأثيرها غير مؤثر بتلك الدرجة التي مثلا يمكن أن تمثله إذاعة FM، لأن إذاعة FM تصل إلى عدد أكبر من سكان اليمن، وبالتالي تصل رسالة إذاعة FM أفضل من بقية وسائل الإعلام.